مرحبا بكم الناس الكل، شكرا على المتابعة، شكرا أيضا على التفاعل وعلى النقد اللي تحبوا عليه انتم الكل. نحكيه اليوم على الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 الذي يتعلق بالتدابير الاستثنائية. كل ما جاء فيه تواصل الفترة الاستثنائية، تنظيم وأخذ للسلطات العمومية، فما برشا تخوفات، برشا تساؤلات، وين ماشيين، كيفاش باش تصير الأمور، هل نحن داخل الدستور أم خرجنا من الدستور. رحبوا مع بعضنا بأستاذ القانون كمال بن مسعود، مرحبا بك. اهلا وسهلا بك وبجميع مستمعي اي اف ام. شكرا لك استاذ. حديث كبير على الدستور، هل نحن داخل الدستور؟ الفصل 80 هو اللي قاعد توا كما نقولوا نحن الاطار الكبير بالكل اللي قاعد رئيس الجمهوريه يتحدث فيه، ياخذ فيه في التدابير الاستثنائيه اللي يصدر فيه هذه القرارات في الرائد الرسمي والا لا؟ في كتابه لو برنس ماكيافيل يقول للأمير إن الجميع يرون ما أنت باد عليه، لكن قليلون هم من يعرفون من أنت حقا. Tout le monde voit bien ce que tu sembles être, mais bien peu ont le sentiment de ce que tu es. القولة هذه أنا أستحضرها علاش؟ عندما نقرأ يعني ما تضمنه الأمر عدد 117. الأمر هذا عنوانه تدابير استثنائية، لكن في الحقيقة التدابير الاستثنائية اللي رئيس الجمهورية استند فيها إلى الفصل 80 من الدستور، وحتى الأمر هذا فيه في اطلاعاته ثم ذكر للفصل 80 من الدستور، يعني أن الرئيس يضع نفسه دوما داخل الدستور، يريد أن يبقى تحت مظلة الدستور. هذا ظاهر الأمور، لكن في الحقيقة أنا وقت نقرأ عنوان تدابير استثنائية يلزمني الداخل في الأحكام والفصول نلقى تدابير استثنائية على معنى الفصل 80 زادة. أنا هي التدابير الاستثنائية على معنى الفصل 80 هي التدابير اللي تجي للتصدي للخطر الداهم الذي يهدد كيان الدولة واستمراريتها واستقلال الوطن إلى غير ذلك، لكن عندها هدف. الفصل 80 يذكر بصريح العبارة، يقول تهدف ويجب أن تهدف. شوف كيفاش يلزم، يجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال. إذا كان السيد رئيس الجمهورية اللي احنا اليوم ماناش نناقشه في شخصه، وأنا ندد بكل من طعن في شخصه وذكره بنعوت لا تليق برمز وحدة الدولة اللي هو رئيس الجمهورية، أنا اليوم نناقش في النص اللي هو الأمر عدد 117. الأمر هذا ما فيهش تدابير استثنائية تهدف إلى الرجوع إلى السير العادي لدواليب الدولة، بل نسمع في برشا يقولوا فيه تنظيم مؤقت للسلطات العمومية. حتى هذا غير موجود، هو فيه تنظيم موجود أستاذ. فيه تنظيم جديد للسلطات العمومية غير مؤقت. مشكلتنا غير مؤقت. علاش نقول غير مؤقت؟ لأن التأقيت أو التزمين عندما نتحدث عن أحكام استثنائية أو تنظيم مؤقت للسلطات العمومية يلزم نقوله حاجة من الاثنين. باش نقوله إما نقوله إن هذه التدابير يسري مفعولها مدة 6 شهور أو مدة عام، وفي الأثناء سيتم القيام بتعديل القانون الانتخابي، ربما تعديل الدستور، إصلاحات كبرى. وين كان عليه الإعلان عن المدة رئيس الجمهورية لهنا في الأمر هذا 117. إما يعمل مدة، وإلا عنا طريقة أخرى في القانون نحدد بها الآجال، نحط حادثة معينة، قلوا يسري مفعول هذه الأحكام إلى أن يتم مثلا انتخاب مجلس تشريعي جديد، ولا إلى أن يتم إدخال التعديلات على الدستور. أنا لقيت لهذا لذاك. إيش لقيت؟ لقيت تنظيم جديد للسلطات العمومية فيه رئيس الجمهورية أقر لنفسه الجمع بين وظائف السلطة التنفيذية ووظائف السلطة التشريعية التي معناها أبقى على تجميد صلاحياتها. كي يجمع بين السلطات هذا فيه خطر، فيه خطر. وقتاش يولي ما ثماش خطر؟ وقت يبدأ جمع السلطات مبرر، واحد مؤقت في الزمن، و يعني برزنامة واضحة حتى يعلم الجميع لوين ماشيين. أنا اليوم قدامي رئيس جمهورية يجمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية،
التشريعية يمارسها عن طريق مراسيم مراسيم يتدخل بها في شتى الميادين. يعني جاي للميادين لأنه هذه نقاط استفهام كبيرة جدا على المجالات، وإلى أي مدى يمكن لهذه المراسيم أن تسير، أن تتدخل، أن تعدل من سير المجالات هذه اللي هي الحقيقة مجالات أساسية وكانت موجودة، ومعنى كما نقوله أحنا الدستور هو اللي نظم في الأمور هذه. هات نشوفه طوى من حيث الشكل. أستاذ بن مسعود، في غياب روزنامة وبتنظيم جديد للسلطات العمومية، فيه رئيس الجمهورية أقر لنفسه جمع بين السلطات وتنظيم الدنيا الكل بالمراسيم، هل يمكن القول أننا أمام دستور صغير جديد؟ به وقتاش نقوله نحن أمام دستور صغير، une mini constitution، وقت اللي يبدأ عندي نص فيه إقرار للحقوق والحريات الأساسية وتنظيم مؤقت للسلطات العمومية إلى حين وضع دستور جديد. أنا عندي حاجتين، عندي الاستبقاء على احترام الحقوق والحريات والمكاسب في هذا المجال، والأمر يقول يبقى العمل قائما بالبابين بالطوطأة، والبابين الأول والثاني، مع أنه إذا كان يقول يبقى العمل بالطوطأة أنا مريش رئيس الجمهورية احترم الطوطأة، لأن الطوطأة إيش تقول؟ تقول اعتزازا بنضال شعبنا من أجل الاستبداد، والتزاما بحرية ثورة الحرية والكرامة. 17 ديسمبر 2010 14 جانفي 2011 رئيس الجمهورية لا يعترف ب 14 جانفي 2011، يعترف ب 17 ديسمبر فقط، وهذا يخالف توطئة الدستور اللي هي جزء لا يتجزأ من الدستور. أنا نقول أنه بوضع هذا التنظيم الجديد للسلطة العمومية يعني كأننا أمام تنظيم مؤقت ولكنه غير محدد في الزمن. مؤقت إلى متى؟ راه ينجم يستغرق ما سيقوم به رئيس الجمهورية اللي هو يستهدف غايتين في الحقيقة. يستهدف أولا مراجعة المنظومة الانتخابية، وله ذلك بموجب هذا النص، له ذلك بموجب مراسيم، ومن المتوقع أن رئيس الجمهورية المراسيم التي سيتخذها سيعرضها على الاستفتاء الشعبي للحصول على تأييد شعبي للمنظومة الانتخابية الجديدة. فما زوز مجالات اللي حكينا فيهم يتداول أنهم يمكنوا باش يكونوا مواضيع استفتاء، هي ساعة منعرش وصلح لي أستاذة استفتاء على الاستفتاء، هذا يسمعناه من عند أساتذة القانون حول المبدأ متاع تغيير الدستور الكل، وفما استفتاء على موضوع القانون الانتخابي لأنه ما فماش حل آخر، لا يمكن له تغيير النظام الانتخابي إلا باستفتاء. وكلامك صحيح. هو الحقيقة ثم ثلاثة مسائل، ثم الاستفتاء على الاستفتاء، وثم الاستفتاء على القانون الانتخابي، وما تنساوش ما ذكر في آخر الأمر عدد 117 وأنه سيقع إدخال إصلاحات سياسية أو تعديلات سياسية. وقت نقوله تعديلات سياسية كبرى راهي باش تمس الدستور وستعرض على الاستفتاء، يعني أن الرئيس يعتزم تعديل الدستور التونسي خلافا للصيغ اللي موجودة في الدستور، لأنه ما ينجمش يعملها تو لأنه تعديل الدستور وفقا لأحكام الدستور اليوم غير ممكن. علاش؟ لأنه المجلس مجمد، حتى كان جاء المجلس يخدم تعديل الدستور التونسي غير ممكن في غياب المحكمة الدستورية. هذاك علاش التعديلات التي ستدخل على النظام السياسي وتفعيل مبدأ الفصل الحقيقي بين السلطات والتوازن الفعلي بينها كما ورد بالأمر، وتكريس فعلي للسيادة سيادة الشعب، هذا الكل باش يتم عن طريق الاستفتاء. اللي نقوله أنا أنه إما أن نضع نفسنا في إطار الدستور ويولي كل ما قام به رئيس الجمهورية وهو خارج عن الدستور فيه ربط مفتعل بالدستور، لأنه الفصل 80 اللي يستند ليه رئيس الجمهورية لا يعطي هذه الصلاحيات. يذكرني الفصل 80، وهذه تدوينة قريتها عند أحد أساتذة القانون الدستوري الأستاذ عدنان الإمام، زميل في التعليم العالي سابق، يقول الرئيس قيس سعيد فعل بالفصل 80 من الدستور ما لم تفعله عليسة بجلد الثور، يعني وسع من نطاق الدستور بطريقة جعله يخرج تماما عن الفصل 80 ويضع نفسه خارج الدستور. به سيد مخرج عنا فاصل، به نخرج فاصل ونرجع بشكيكة الأفكار لا يقع تشتيتها، هكا ولا ليه أستاذ؟ وهو كذلك.
انتم تسمعوا في 90 دقيقة مع خلود. مرحبا بكم ناس الكل، شكرا على المتابعة. ضيفنا أستاذ القانون كمال بن مسعود، نحكي على آخر القرارات التي صدرت في الرائد الرسمي. أستاذ، فما نظرة، فما اون بيرسيبسيون، فما ناس تتبع با نيسيسيرمون تفهم برشا في الامور هذه، ولكن ولاو يفهموا. راه المستمعين نتاعنا انا متاكده شيء كبير في القانون ولاو، لكن يقول لك قيس سعيد لم يخفي مشروعه على احد. احنا قبيله شفنا صوره من ايام الحمله الانتخابيه لقيس سعيد مونغول، تستشهد بكلمه هو قالها، يقول سوف ياتي يوم يقول لكم فيه شباب الثوره لكم دستوركم ولي دستوري. هو من الاول ملي هو مترشح للرئاسه يقول انه شباب الثوره في واد والباقي الكل في واد، انه الشعب يحب حاجه والدستور هذايا شيء اخر، رغم انه وقت اللي ولا رئيس جمهوريه اقسم على دستور 2014 لغير ذلك، ولكن ديما في مواقف يقول لازمنا نبدلوه. هل نحن الان في طريق تغيير الدستور بصفه واضحه وصريحه، ويمكن ان ننتظر في المرحله المقبله استفتاء حول تغيير الدستور؟ معناها مش دي راكورسي استاذ، ولكن نحب نستبق في باطار عملي، معناها شو مش يصير تو؟ نظرتك صحيحة وتوقعك صحيح، وهذا معناها التوجه عبر عنه رئيس الجمهورية منذ مدة. رئيس الجمهورية يعتبر أن هذا الدستور وضع على المقاس، على مقاس من وضعوه، رغم أنه وقتها صفق له التونسيون وقالوا دستور وضع بمئتين صوت، ضم اليمين واليسار والوسط والعائلة الدستورية، ضم الجميع هذا الدستور. لكن الرئيس قيس سعيد منذ حملته التفسيرية كما يسميها هو، قال هذا الدستور لا يصلح لتونس ولا بد من تغييره. لكن من المفارقات أنه بعدما أقسم على احترامه اليوم يأتينا بفكرة جديدة، هي فكرة تعديل الدستور. أنا مع تعديل الدستور، الدستور ليس قرآنا منزلا، هو حتى القرآن في تأويله هنالك من يسعى إلى تأويله بالتأويل الذي يواكب العصر حتى يجعله صالحا لكل زمان. الدستور ليس مقدسا، هو نص ذو علوية صحيح، لكنه قابل للتعديل. أنا كرجل قانون لا أقبل أن يعدل الدستور إلا وفقا لأحكام الدستور، ما كانش نحينا له العلوية الكل. أي بيه، احنا توا عنا معطيات جديدة أستاذ، عنا نصوص قدامنا والرؤية أصبحت واضحة. اليوم رئيس الجمهورية ماضٍ في فكرته في تغيير الدستور، ما عادش نقولوا لربما ويمكن، يظل بدأت توضح شوية الأمور. ها؟ واضح ياسر، شامل استفتاء توا واضح ياسر أن ما سيتولاه الرئيس، من غير ما نكون من المنجمين ولكنني أستنتج، ما سيتولاه الرئيس هو الآتي، هو سيسن مراسيم، بعضها سيعرضه على الاستفتاء الشعبي للحصول على تأييد شعبي، وحتى يكون وفيا لما قاله إن الشعب هو صاحب السيادة، يمارسها عن طريق ممثليه المنتخبين أو بواسطة الاستفتاء. لكن أنا نحب نحذر من مسألة الاستفتاء. الاستفتاء صحيح تقنية جميلة في ظاهرها من تقنيات الديمقراطية المباشرة، أن نرجع لصاحب السيادة سلطة القرار، يا شعب هل أنت معه أو ضد؟ لكن الاستفتاء لا يكون فيه الأمر متاح للشعب باش يجاوب بإي ولا لا، إلا متى كانت المسائل بسيطة. أنا إذا كانت جي تقول لي يا شعب هل أنت مع المساواة الكاملة في الإرث أم لا؟ هل أنت مع إلغاء عقوبة الإعدام أم لا؟ هل أنت مع الوحدة مع ليبيا أم لا؟ نجاوبك بنعم أو بلا، لأن المسألة واضحة. أما كنجي نحط لك 35 فصل وفيهم صياغة تقنية، هذا كيفاش الشعب التونسي أولاً باش يفهمهم؟ اثنين، حتى كان يفهمهم ينجم يكون مع جزء من النص وضد جزء من النص، يعني ما تخليلوش حرية الاختيار. سمحني أستاذ، سمحني، معناه النجم غدوة أن القارو إحنا أمام استفتاء فيه مجموعة من النصوص أكيد، وهل تقبلون تغيير هذه النصوص نعم أم لا؟ نعم فهمتك، يعني إحنا نقرأ النصوص ونفهموهم وبعد نعملوا رأي ونجاوبوا. نعطيك مثل، يقول مرسوم رئاسي يعدل المرسوم عدد 116 المتعلقة بالإعلام وسائل الاتصال السمعي والبصري، ب115 المتعلق بالصحافة والنشر، المرسوم عدد الإطاري عدد 120 المتعلق بمكافحة الفساد. ينجم
هذوما يدخل عليهم تعديلات. ينجم يقول مرسوم عدد كذا لسنة 2021 ولا 2022 يتعلق بتعديل القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء ويدخل تعديلات. الشعب التونسي كيفاش باش يفهم؟ العادة في الأمم المتقدمة حين يلجأ إلى الاستفتاء، أولا يلتجأ إلى الاستفتاء في المسائل البسيطة والواضحة. اثنين، إذا كانت مسائل معقدة يعني متداخلة تخفى على الشعب الكريم، يعني على مسيو تولماند، شو يصير هنا؟ دور الأحزاب والجمعيات والمختصين في القانون هو القيام بحملة تفسيرية للنص قبل الاستفتاء. يعني رئيس الجمهورية إذا كان مقدما على استفتاء تشريعي أو استفتاء دستوري فعليه أن يتبع هذه الطرق، الحملة التفسيرية السابقة للاستفتاء، حتى نفقها ونفهم ما يسعى إليه. هانا بجينا نفهم وتوفر ويحنا شوية يا أستاذ. دونك مراسيم ستعرض على الاستفتاء، والمراسيم قد تكون في كل تلك المجالات المذكورة في الرائد الرسمي. ومن هنا جيء التساؤلات قبيلة في البلاتو، لاحظنا قلق نوعا ما لأنه الرئيس قال لن المراسيم لن تمس بكل ما له علاقة بالحريات وحقوق الإنسان، ولكن كي نشوفوا المجالات شنو تنجم تكون مراسيم مثلا في علاقة بالمجالات هذيك الكل أستاذ، نظرا أنه اليوم مثلا الهيئات الدستورية ما عادش موجودة في العدالة والقضاء مثلا، هل يمكن لرئيس الجمهورية التدخل في مصير مجلس القضاء العدل؟ يمكن له مجلس أعلى القضاء يمكن أن يتدخل في كل الميادين الواردة هالميادين هذه كان نثبتها نلقاوها موجودة في الفصل 65 من الدستور. يعني هي مجالات تدخل المشرع، حتى في دستور 1 جوان 59 هذه مجالات تدخل المشرع. اللي كانت بالنسبة للمشرع كان قوانين عادية ولا مجالات متاع قوانين عادية يصوت عليها بأغلبية ثلث الأعضاء بالأغلبية المطلقة على أن لا تقل عن الثلث، والقوانين الأساسية كما اللي تنظم العدالة والجيش والإعلام والقانون الانتخابي هذه يلزمها أغلبية 109 تسمى قوانين أساسية. توا رئيس الجمهورية مخير، أولا له مطلق السلطة استنادا إلى هذا الأمر اللي هو غير مطابق للدستور، استنادا إلى هذا الأمر 117 اللي هو غير مطابق للدستور، له مطلق السلطة في أن يتدخل في أي مجال من هذه المجالات. واحد، اثنين، يتدخل بمراسيم، نعم، ثلاثة، هذه المراسيم يمكن أن يكتفي فيها بسنها ثم يزيرها بالرائد الرسمي، أو وهذا ماهوش واجب، أو له الحق في أن يعرضها. كان اتبعوا معايا في الأمر في الفصل 15 لرئيس الجمهورية أن يعرض على الاستفتاء أي مشروع مرسوم، دونك له أن يعرض وله أن لا يعرض، ينجم يشرع وحده كما ينجم يشرع بعد العرض على الاستفتاء الشعبي. وهذه المراسيم لا تقبل الطعون. ثلاثة، وهذا الخوف الكبير، هو في حد ذاته دمج السلط خطير. وقتاش يولي مبرر دمج السلط؟ في حالة الخطر الداهم. راو حتى عند الجورة في حالة الخطر الداهم رئيس الجمهورية اكزيرس اون ديكتاتور كونستيتيسيونيل، يمارس ديكتاتورية دستورية، ويقال انه في هذه الفترة يوضع الدستور بين قوسين، لا كونستيتيسيون اي ميز انتر بارونتيز. لكن يجب أن يتعلق الأمر بخطر دائم، وأن الصلاحيات هذه مهما كانت واسعة الغاية منها لابد أن تكون للتصدي للخطر ثم تمهد للرجوع إلى السير العادي. أنا اللي خوفني إلى جانب دمج السلطات وإطلاق يد رئيس الجمهورية في هذه المجالات، اللي خوفني هو غياب الرقابة. يعني ما ثم حتى هيكل ينجم يعارض في المراسيم التي ستسن. صحيح يقول هذه المراسيم لا يمكن أن تمس من مكتسبات حقوق الإنسان، ولو مست المراسيم وإذا كانت تمس يا سيدي نسأل. احنا باش نعطيه سك على بياض لشخص مهما كانت نزاهته. لا أستاذ، هو احنا مش باش نعطيه، وهو خذي سيدي. إيه، لكن ما زلنا نقوله للناس. لكن أنا باش نجاوب بالشعب زي. أنا أجيب بالشعب لأنه الشعب يريد. صحيح الشعب يريد. أنا تستحضرني قولة السياس يقول de quelque manière qu'une nation veuille il suffit qu'elle veuille toutes les formes sont bonnes. واعتمدها رئيس الجمهورية بأي طريقة تشاء الأمة، يكفي أن تشاء الأمة ونبدلها بالشعب، يكفي أن يريد الشعب، كل الصياغ تكون حسنة، كل الصياغ مقبولة. الرئيس قيس سعيد عمل بهذه المقولة،
يقول: ما يريده الشعب هو ما يجب أن يكون، وإرادة الشعب لا يجب أن تعطل بمعطلات أو عراقيل إجرائية أو تتعلق بالصيغ أو بالشكلانية. حتى لو تعلق ذلك بفصول من الدستور، هذا موجود ديجا، يقول لك حتى لو كان فما أمور راهي كبيرة ياسر ودستورية باش تعطل من إرادة الشعب، فإننا سنزيحها جانبا. وهو ما فعله، هو ما فعله رئيس الجمهورية، أزاح كل فصول الدستور، وخاصة وفي مقدمتها الفصول التي تتعلق بفصل السلطات بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، ثم الفصول التي تتعلق بالدستور. راهو تعديل الدستور مسألة أساسية، حتى كي يبدأ الدستور فيه أحكام أثبتت أنها تجاوزها الزمن أو هي مصدر المشكل. هذه الأحكام باش نكونوا في دولة قانون لابد أن تعدل. أي. نعم، ولكن كيف وممن؟ الدستور ينص على الطريقة التي بها تعدل أحكامه. أستاذ، باش نختموا الموضوع، أنت خاطرك كملت لنا على الحقيقة نبرة فيها خطورة وقلق، دمج السلطات خطير ديجا دون لابسولو، ولكن وقت نلقاو أنه اليوم شخص واحد هو الذي يصدر مراسيم يتدخل في مجالات كانت مجال تدخل المشرع، قوانين أساسية كان يتصوت لها ب109 صوت، اليوم شخص وحيد هو رئيس الدولة يعمل المراسيم، يعرض اللي يحبه هو على الاستفتاء وينشر ما يريد في الرايد الرسمي، وما فما حتى جهاز أو مؤسسة أو شخص يمكن أن يراقبه. دونك الضمان الوحيد، الضمانة الوحيدة اليوم اللي عنا هو ما ورد في الرايد الرسمي ونية رئيس الجمهورية. اي نعم، هك اي نعم. الضمان الثاني وانا عمري ما ننساه هو ان المراسيم التي ستصدر والتي من الممكن ان تنال من الحقوق والحريات مثلا لا تقبل الطعن في حد ذاتها، لكن كل قرار يصدر بناء على مرسوم من هذا النوع يقبل الطعن فيه بالإلغاء امام المحكمة الإدارية، ومن الممكن ان نتمسك ب مقتضيات الفصل 49 من الدستور، لأن الفصل 49 من الدستور اللي هو من الفصول التي لا تقبل التعديل الساعة. هذه لا تقبل التعديل. إيش فيه؟ فيها أن القيود التي تضرب على الحقوق والحريات يجب أن تكون بنص تشريعي، طيب باش تولي بمرسوم ما يسالش، لكن يجب أن يكون القيد على الحق أو الحرية يجب أن يكون مبررا باش بحماية النظام العام، بحماية سلامة الدولة، ثم أن يكون القيد من الحرية متناسبا مع ما يتهدد النظام العام. ثلاثة، أن لا يكون ذلك القيد ماسا بجوهر الحق أو بالحرية. وهذاك علاش حتى كان صدرت مراسيم فيها مخالفة للدستور أو حتى للمعاهدات الدولية المكرسة لحقوق الإنسان والحريات، هذه المراسيم في حد ذاتها لن تمس بشكل مباشر الأشخاص، ستصدر بناء عليها قرارات. أيوة. وهذه القرارات ستكون قابلة للطعن بالإلغاء أمام المحكمة الإدارية. به برشا هذه النقطة وما هكا طمنتنا شوية، معناها الأبسولوتيزم توتال اللي دخلنا فيه المدة اللي فاتت نتاع والقرارات والمراسيم وما فما حتى حد. دونك القرارات اللي هي باش تخرج على المراسيم هذويا يمكن أنه تقبل الطعن، لأنه هي القرارات هي التي ستمس من الواقع والممارسة والحياة الميدانية. رغم أنه أستاذ ذوكم كالنظام العام والخطر الداهم، أنا راني الكلمات ما نحبهمش، أنا نفسرهم لك. أي قديش النظام العام؟ قديش أستاذ باش تفسرهم؟ هاوش نقول لك، أنا برشا ناس يقول النظام العام مفهوم مطاط وضبابي. أي. وتنجم السلطة التنفيذية تستعمله للنيل من الحريات. أي. المحكمة الإدارية في بلادنا استقر فقه قضائها على اعتبار أن النظام العام فيه ثلاثة مكونات: الأمن العام، السكينة العامة، وصفو والصحة العامة. هذم الثلاثة الوحيدين الثلاثة اللي نجموا يكونوا كمبرر الحد من الحقوق والحرية. والخطر الداهم، الخطر الداهم هذا شأن دستوري، هذا شأن دستوري. ولعلي أرى النواب اليوم مش يأكلوا في صوابعهم برك، يأكلوا في صوابعهم للمرافق. النواب مش النواب البهينة، مش النواب البهين، النواب الاخرين اللي ما حطوش المحكمة الدستورية، لأن لو كانت موجودة لا حلت الأزمة في منطلقها منذ شهر جانفي، وقت رئيس الجمهورية قال ما نقبلش تسمية الوزراء. أي. وما يحلفوش قدامي لأنه فيهم أربعة فيهم شبهة فساد. شكرا لك، يعطيك صحة. شكرا أستاذ كمال بن مسعود، مرسي لكم الكل يتابعتونا. فاصل صغير ونرجعوا مع الناس، معكم انتوما مواطنين صحفيين تنقلوا لنا شنو اللي صاير بحذاكم.